فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أما ديننا فإنه نهانا عن التشبه بهم في الصلاة في خلع النعال، فشرع لنا لبس النعال في الصلاة مخالفة لهم، هذا هو الأصل. ولكن الآن في المساجد تغير وضعها عما كان، لأن المساجد كانت في الزمان الأول ترابية، فلا يؤثر دخولها بالنعال والصلاة بالنعال فيها، ولا يحدث ذلك تشويشا على الناس. أما لما تغير وضع المساجد الآن فصارت المساجد مفروشة ومبلطة ومنظفة، صار يؤثر فيها الدخول بالنعال وهي تحمل الغبار وتحمل التراب، فيحصل في ذلك تلويث للمسجد، لأنه تغير، لأن المساجد في الأول كانت لا تتأثر في الدخول بالنعال لأنها ترابية أو حصبائية لا تتغير، أما الآن فتغير الوضع، فتخلع النعال عند الدخول في المساجد لأمرين: أولا لأن هذا يضر بالمساجد والزلل والضرر يزال، وثانيا أن هذا يحدث تشويش بين الناس ويحصل نزاع بين الناس، لأنه شيء مع أن الصلاة في النعال سنة ليست واجبة، وإذا ترتب على عمل السنة تشويشا على الناس أو سوء تفاهم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.